في الختام تذكير بأبرز العناوين. العراقيون يتمنون عاما جديدا من المواطنة والعيش المشترك يفكك الأزمات السياسية ويرفع مستوى العيش للجميع. استياء شعبي في صلاح الدين من شبكات التسول تحت يافطات الأدوية والعمليات الجراحية ورفع الاستعداد الأمني ضد الإرهاب. في أول جولة ميدانية في بغداد، السوداني يدافع عن الاستقرار والخدمات ويستعد لزيارة مهمة إلى واشنطن لرسم شراكة جديدة. مسعود برزاني يتحدث عن فرصة مهمة بين بغداد وأربيل، استعدادات في السليمانية لاجتماع مهم بين البارتي واليكتي. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.